توجيهات رئاسية بإرسال طائرة لإعادة المواطنين المصريين في أوكرانيا عبر سلوفاكيا. بلينكين يقول إن واشنطن وشركائها الأوروبيون يبحثون حظر استيراد النفط الروسي. تعزيز الدفاعات حول كييف مع اقتراب القتال من المدينة، وسلطات خاركيف تتهم موسكو باستهداف مركز يضم مختبرا نوويا. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصرية، أهلا بكم. لليوم 11 على التوالي تتواصل العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، وبينما تستمر الدعوات لإجلاء المدنيين تتواصل المعارك وسط مفاوضات لم تسفر عن نتائج حتى الآن. بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت سفارة مصر في العاصمة الرومانية بوخارست أن موعد إطلاع طائرة الرحلة الثانية لإعادة المصريين الذين عبروا من أوكرانيا إلى رومانيا سيكون الليلة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من مطار هنري كواندا الدولي ببوخارست. هذا وناشدت السفارة المصرية في بوخارست المصريين الذين لم يسجلوا أسماءهم ويرغبون في السفر على طائرة الإجلاء الليلة سرعة التوجه للسفارة لتسجيل أسماءهم، وبالتزامن تقرر إرسال طائرة إلى سلوفاكيا لإعادة المواطنين المصريين الذين اجتازوا الحدود الأوكرانية السلوفاكية. ودعت السفارة المصرية في براتيسلافا المواطنين المصريين المتواجدين في سلوفاكيا من غير المتواصلين مع السفارة والرغبين في العودة إلى أرض الوطن على متن الطائرة القادمة لتسجيل بياناتهم تمهيدا لإعادتهم، كما دعت فاقدي جوازات السفر إلى التواصل مع السفارة لاتخاذ اللازم. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن توقف عملياتها العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال وتمت تلبية مطالب موسكو. وأضاف الكريملين في بيان أن بوتين قال إن العملية تسير وفقا للخطة والجدول الزمني، معربا عن أمله في أن يتخذ المفاوضون الأوكرانيون نهجا بناء في المحادثات. أجرى الرئيسان الفرنسي مانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفي استمر 105 دقائق، أكد خلاله بوتين استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا في حال التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة. وقد بحث الرئيسان الروسي والفرنسي حسب بيان الكريملين قضايا إخلاء المدنيين من مناطق الاشتباكات القتالية، حيث لفت بوتين الانتباه إلى كييف حيث تواصل عدم الإيفاء بالاتفاقات التي تم التوصل إليها. وذكر الكريملين أن الرئيسين أجريا الاتصال الهاتفي بمبادرة من الطرف الفرنسي، موضحا أن بوتين اتهم متطرفين أوكرانيين بارتكاب حادثة وقعت يوم 3 مارس في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. وأشار بيان صادر عن قصر الإليزي إلى أن بوتين نفى لماكرون خلال المكالمة استهداف مدنيين في أوكرانيا، مضيفا أن روسيا ستحقق أهدافها بالحرب أو عبر المفاوضات. وأوضح بيان الإليزي أن ماكرون أبلغ بوتين أن استخدام مصطلح النازية غير مقبول. من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الروسية دمرت مطار فينيتسيا بالكامل. وفي خطاب بثه التلفزيون الأوكراني، وجه زيلينسكي نداء للشعب الروسي طالبه فيه بالخروج إلى الشوارع للاحتجاج على العملية العسكرية الروسية، وإلا فإنه سيواجه الفقر والقمع. وأكد زيلينسكي أن الروس شأنهم شأن الشعب الأوكراني أمام خيار بين الحياة والعبودية، مشيرا إلى أن القوات الروسية تواصل هجومها يوم 11 وتستعد لقصف ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود. في
في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف مطار فينيتسيا وسط أوكرانيا معللة ذلك بكونه مطارا عسكريا. وأوضحت الدفاع الروسية أنه عبر قصف المطار تم تعطيل مقاتلات أوكرانية، مشيرة إلى أن استخدام المقاتلات الأوكرانية لمطارات دول أخرى يعتبر مشاركة منها بالصراع. أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا وجود متطوعين من مختلف دول العالم يساعدون الجيش الأوكراني في الأزمة مع روسيا. وفي كلمة له أضاف وزير الخارجية الأوكراني أنه لا بد أن نعرف أن الجيش الأوكراني كله منظم وجاهز للدفاع عن كييف. هناك متطوعون من مختلف دول العالم الذين يقدمون إلى أوكرانيا لمساعدة ولمؤازرة الجيش الأوكراني في هذه الحرب ومن أجل أن يقاتلونا ضد روسيا. أنا لن أفشي بكل المعلومات بهذا الشأن، ولكن يجب أن نعرف بأن الجيش الأوكراني كله منظم وجاهز للدفاع. وهناك أيضا موضوع آخر، قضية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث قدمنا طلبا بهذا المجال وأيضا أخذنا الوعود بأنه سوف يكون هناك دعم في الاستعجال وتسريع هذه العملية. وقد أخذوا بجدية هذه الطلبات. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يؤثر على الاستقرار العالمي. وخلال مؤتمر صحفي له في العاصمة المولدوفية تشيسيناو، أشار بلينكين إلى أن واشنطن وشركائها الأوروبيين يبحثون حظر استيراد النفط الروسي. وجودنا هنا بادئ ذي بدء، لأننا نتعامل مع هجوم وعدوان روسي قوي جدا له أثر كبير على الشعب الأوكراني، رجالا ونساء وأطفالا، الكثير منهم شاهدناهم بالأمس في حدود بولندا، الكثير منهم ترونهم كل يوم هنا في جمهورية مولدافيا، الذين أجبروا على النزوح بسبب الحرب، ولكن أيضا التداعيات المترتبة على النظام والأمن العالمي الذي عملنا لعقود طويلة لمحاولة الحفاظ عليه. أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن هناك تقارير موثوقة للغاية تشير إلى ارتكاب روسيا جرائم حرب في هجومها على أوكرانيا. وأشار بلينكين إلى اطلاعه على تقارير عن هجمات روسية متعمدة على مدنيين ترقى إلى جرائم حرب، مؤكدا أن الولايات المتحدة تنظر في هذه المعلومات. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستقود معارضة دولية للوقوف بوجه أي هجوم روسي في أي مكان وبأي وقت، لافتا إلى الجهود الأمريكية لتعبئة رد فعل دولي بهدف عزل روسيا وإلحاق الضرر باقتصادها. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن وزير الخارجية أنتوني بلينكين سيلتقي الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في باريس بعد غد. وأشار برايس إلى أن الهدف من زيارة بلينكين للعاصمة الفرنسية هو مواصلة تنسيق الرد بين البلدين على الهجوم الروسي على أوكرانيا. أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل مع بولندا بشأن إمكانية تقديم وارسو طائرات مقاتلة لأوكرانيا بالتشاور مع الحلفاء الآخرين. وأوضح متحدث باسم البيت الأبيض أن إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا هو قرار سيادي يتخذه أي بلد، مشيرا إلى وجود خطط لتقديم الخدمات اللوجستية ومن بينها كيفية نقل الطائرات من بولندا إلى أوكرانيا. أعلن الاتحاد الأوروبي انضمامه إلى أعضاء مجلس دول بحر البلطيق في تعليق عضوية روسيا وبيلاروسيا فيما يخص أنشطة المجلس. وجاء في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي أن هذا القرار يعد جزءا من استجابة الاتحاد الأوروبي والشركاء ذوي التفكير المماثل لعملية روسيا العسكرية في أوكرانيا.
حثت وزارة الدفاع البريطانية المواطنين البريطانيين عدم التوجه إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا. جاء ذلك على لسان قائد القوات المسلحة البريطانية، والذي أشار إلى أن مثل هذا الأمر غير قانوني، لافتا إلى أنه غير مفيد بالنسبة للجيش البريطاني ولسكان المملكة المتحدة، داعيا إلى دعم أوكرانيا بطرق أخرى من داخل بريطانيا. The whole world is coming together to apply pressure. حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن عدد اللاجئين الأوكرانيين سيزداد عدة مرات في الأيام والأسابيع القادمة. وأثنت فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك عقدته في مدريد مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز على جهود ما وصفته بدول المواجهة مثل بولندا ورومانيا والمجر لتضامنها مع أوكرانيا باستقبال اللاجئين. على واقع الهجوم الروسي على أوكرانيا، يتوقع مراقبون أمميون أن يصل عدد اللاجئين الفارين اليوم إلى 1.5 مليون شخص مع دخول الهجوم الروسي يومه 11، فيما تضغط أوكرانيا من أجل الحصول على المزيد من المساعدة الغربية تشمل مزيدا من العقوبات ضد روسيا وأسلحة أكثر فعالية في مواجهة الهجوم. موسكو وكييف تبادلتا الاتهامات عن فشل تطبيق وقف إطلاق النار أمس، الذي كان سيسمح المدنيين بالفرار من ماريوبول وفورنوفاخا، وهما مدينتان في جنوب أوكرانيا تحاصرهما القوات الروسية. ووصل الأوكرانيون الذين تمكنوا من الفرار إلى بولندا ورومانيا وسلوفاكيا المجاورة وأماكن أخرى. مفاوضون أوكرانيون أعلنوا أن جولة ثالثة من المحادثات مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار ستعقد الاثنين بعد جولتين لم تسفر عن شيء يذكر. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا في خطاب بثه التلفزيون السكان في المناطق التي تحتلها القوات الروسية إلى القتال، ومن جانبها قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن القوات الروسية تستهدف المناطق المأهولة في أوكرانيا، لكن شدة المقاومة تبطئ التقدم الروسي، بينما تنفي موسكو هذا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جدد مطالبه بأوكرانيا دولة محايدة منزوعة السلاح، كما حذر من أن العقوبات الغربية ستصل لدرجة إعلان حرب على بلاده. أفادت وكالة رويترز للأنباء بقيام جنود أوكرانيين بتعزيز الدفاعات حول العاصمة الأوكرانية كييف وحفر الخنادق وإغلاق الطرق. يأتي ذلك في الوقت الذي قصفت فيه القوات الروسية المناطق المحيطة بكييف. من جهة أخرى، اتهمت سلطات مدينة خاركييف الأوكرانية روسيا باستهداف مركز يضم مختبرا نوويا. إلى ذلك، قالت السلطات المحلية في مدينة ماريوبول الأوكرانية إن قافلة سيارات تقل أشخاصا يجرى إجلاؤهم لم تتمكن من مغادرة المدينة، وأشارت إلى مواصلة القوات الروسية عمليات القصف. بثت وزارة الدفاع الروسية لقطات لما قالت إنها عملية عسكرية في أوكرانيا. وقالت الوزارة إن اللقطات أظهرت قوات مشاه في منطقة كييف. ووصفت الوزارة المقاطع المصورة بأنها وحدات من القوات المحمولة جوا تغادر، وقالت إن أطقم الطائرة سو-34 ضربت أهداف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة تم إطلاقها من الجو.
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فشل المحاولة الثانية لإجلاء ما يصل إلى 200,000 شخص من مدينة ماريوبول الأوكرانية. وأشار الصليب الأحمر إلى أن ذلك يرجع إلى عدم وجود اتفاق فعال بين أطراف النزاع. وأكدت اللجنة الدولية في بيان لها أنها تعمل على تسهيل الحوار بين الأطراف حول الممر الآمن للمدنيين بصفتها وسيطا إنسانيا محايدا وغير متحيز. مشاهدينا، نتابع الآن وصول عدد من اللاجئين الأوكرانيين إلى الحدود البولندية المجاورة، ويتوالى وصول الحافلات إلى الحدود الأوكرانية البولندية عبر الساعة، وتستقبل السلطات البولندية اللاجئين الأوكرانيين، وقد دعت السلطات البولندية المواطنين لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين باعتبارهم من دولة من دول الجوار البولندية. دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى تأمين ممرات إنسانية ومساعدات حيوية للمدنيين الأوكرانيين في مواجهة الهجوم الروسي. وقال بابا الفاتيكان في كلمة له أن الأمر لا يتعلق بمجرد عملية عسكرية في أوكرانيا، وإنما بهجوم يتسبب في وقوع خسائر مادية وبشرية، مطالبا بوقوف العنف واحترام القانون الدولي. Non si tratta solo...
على جانب آخر، حذرت الأمم المتحدة من أن عدد اللاجئين الفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا تجاوز 1.5 مليون لاجئ، ما يخلق أزمة لجوء تعد الأسرع تفاقما في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية. قالت بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة إنه تم تأكيد مقتل ما لا يقل عن 364 مدنيا في أوكرانيا منذ بدء القوات الروسية عملياتها العسكرية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي، فيما أصيب 759 آخرون. وأضافت الأرقام المتعلقة بالضحايا حتى 5 مارس 13 وفاة و52 إصابة إلى الخسائر التي سجلها مراقبون من مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس السبت. أعلنت شرطة الحدود الرومانية أن أكثر من 227 ألف أوكرانية دخلوا البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية، كما غادر أكثر من 15 ألف منهم البلاد بالفعل. ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس الروماني كلاوس يوهانس قوله خلال زيارة إلى الحدود الشمالية للبلاد إنه لن يتم منع أي أوكراني من دخول رومانيا، مشيرا إلى أن السلطات الرومانية تعتقد أن الوضع سيستمر لفترة طويلة. We'll be right back.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسمح بسداد المدفوعات لبعض الدائنين الأجانب من الدول التي فرضت عقوبات على موسكو بالعملة الوطنية الروسية. وبمقتضى المرسوم ستتمكن الشركات الروسية مؤقتا من سداد الديون للدائنين من هذه الدول بالروبل، وذلك للوفاء من قبل روسيا ومناطقها وبلدياتها وشركاتها بالالتزامات بموجب الائتمانات والقروض والأدوات المالية للدائنين من الدول التي ترتكب أعمالا عدائية ضد روسيا. وأعلنت روسيا بالتزامها بدفع السندات الروسية بالكامل وفي الوقت المناسب، مؤكدة أيضا على أن مدفوعات الديون للسكان في الخارج ستعتمد على القيود المفروضة من الدول الأجنبية. تسهيل إجراءات فرض عقوبات على الأثرياء المقربين من الكريملين خطوة تسعى إليها الحكومة البريطانية في إطار العقوبات الاقتصادية التي تفرض على روسيا. المملكة المتحدة تتعرض لانتقادات لعدم قيامها بما يكفي من إجراءات لتضييق الخناق على المكاسب التي يحققها رجال أعمال كبار مقربون من بوتين ويستثمرون أموالهم في عقارات فاخرة في لندن إحدى الوجهات المفضلة لديهم. الحكومة البريطانية أعلنت أنه سيتم إدخال تعديلات على مشروع قانون الجرائم الاقتصادية الذي تسعى الحكومة لأن يقره مجلس العموم يوم الاثنين لتكثيف الضغط على نظام الرئيس فلاديمير بوتين، وستسمح تلك التعديلات بتقليص الموعد النهائي أمام الشركات الأجنبية لتسجيل المالكين المستفيدين من 18 شهراً إلى 6 أشهر من أجل المساعدة في القضاء على غسل الأموال باستخدام عقارات المملكة المتحدة. في المقابل توعدت موسكو باتخاذ إجراءات للرد على ما أسمته هستيريا العقوبات التي لعبت فيها لندن أحد الأدوار الرئيسية، وذلك وفقا لما أعلنته روسيا. من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن العقوبات البريطانية لا تترك لموسكو أي خيار سوى اتخاذ إجراءات انتقامية قاسية ومتناسبة، وذلك حسب قولها، مضيفة في الوقت ذاته أن لندن اتخذت قرارا نهائيا بالمواجهة المفتوحة مع الدب الروسي. قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن تقدم أوكرانيا طلبا للحصول على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار هذا الأسبوع. وأضاف الصندوق أن الحرب الجارية والعقوبة المرتبطة بها سيكون لها تأثير خطير على الاقتصاد العالمي. لم يكد الاقتصاد العالمي يتنفس الصعداء جراء تداعيات فيروس كورونا حتى ألقت الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالا قاتمة على التوقعات الاقتصادية لعدد من دول العالم. صندوق النقد الدولي حذر من أن التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة للحرب في أوكرانيا ستكون مدمرة أكثر إذا تصاعد النزاع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيكون للعقوبات المفروضة على روسيا تأثير جوهري على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية مع تأثيرات جانبية على دول أخرى. ومع اقتراب سعر برميل النفط من 120 دولارا يزيد الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والمواد الخام بشكل عام من الاتجاه التضخمي الذي بدأ العالم يشهده مع تعافيه من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بنهاية عام 2021. ولفت صندوق النقد إلى أن الارتفاع في الأسعار ستكون له تأثيرات في جميع أنحاء العالم، لا سيما على الأسر ذات الدخل المحدود والتي تكرس للغذاء والطاقة نسبة أكبر من ميزانيتها. أما أوكرانيا فأصبح واضحا طبقا لصندوق النقد أنه سيكون عليها مواجهة تكاليف مهمة مرتبطة بإعادة تشغيل اقتصادها وإعادة إعمار المباني المدمرة أو المتضررة. صندوق النقد شدد على أن الدول التي تربطها علاقات وثيقة بأوكرانيا وروسيا معرضة بشكل خاص لخطر النقص ومشاكل في الإمداد. السادسة متواصلة وتتابعون فيها. مدبولي يكلف بإعداد خطة طرح وحدات سكنية متنوعة للمصريين بالخارج.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبرى للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات السكنية الحالية بما يحقق الاستفادة المرجوة منها في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي حيث كلف بسرعة الإعداد لخطة طرح وحدات سكنية متنوعة للمصريين في الخارج تلبية لرغباتهم، سواء بوحدات العاصمة الإدارية الجديدة أو وحدات العالمين الجديدة بالأبراج الشاطئية والحي اللاتيني، وكذا مشروع صواري بمحافظة الإسكندرية. كما كلف مدبولي بزيادة عدد الوحدات المطروحة للمصريين بالداخل في ظل الإقبال على الوحدات المطروحة للحجز حاليا لشريحة متوسطي الدخل تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، موجها بالعمل على تلبية مطالب المصريين بمختلف شرائحهم في الحصول على الوحدات السكنية. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان، والذي يأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة. وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن اللواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين مدير كلية القادة والأركان ألقى كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التي قدمت كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمي بكلية القادة والأركان، مشيرا إلى أن فعاليات هذا البحث تأتي في ظل تسارع التطور التكنولوجي في نظم التسليح العالمية، مؤكدا على الدور الرئيسي الذي تقوم به القوات المسلحة في تحديث قدراتها بما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومي المصري. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة والتي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1806 عنصراً إجرامياً ومصرع 23 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، وسبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة، وبحوزتهم 1058 قطعة سلاح ناري من بينها رشاش، 155 بندقية آلية، 154 بندقية خرطوش، 50 مسدساً، و 696 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية وضمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 238 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4565 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3809 متهم، من بينها جيرينوف ورشاشان و616 بندقية و434 بندقية آلية و239 مسدساً و3273 فرد محل الصنع وعدد من الطلقات و590 خزينة، إضافة ل 5885 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة،
نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 57 تشكيلاً عصبياً ضموا 222 متهماً، قاموا بارتكاب 276 حادث متنوع. كما تم ضبط 590 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وكشف غموض 291 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبها بإجمالي 413 متهماً. كما تم إعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,458,447 حكماً قضائياً متنوعاً، من بينها 9,797 حكم جناية، من بينها 5 أحكام بالإعدام و497 حكماً بالسجن المؤبد، وعدد 751,067 حكماً جزئياً، و 125,526 حكماً مستأنفاً، و1,229,891 حكم غرامة، و342,166 حكم مخالفة. شارك الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في الحدث الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال حول مؤتمر كوب 27. ويهدف المؤتمر لتوحيد الجهود الدولية لمواجهة آثار تغير المناخ، الأمر الذي يتطلب إجراءات متعددة على أطراف نشطة وتعاونية بين جميع الجهات. هذا وتواصل مصر استعدادها لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقررة في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل. مصر فعلا بتقوم بدور كبير في تهيئة مناخ جيد يعني نجاح مؤتمر هام جدا تهتم به كل البشرية، مش دولة واحدة. أثر هذا المؤتمر يعني هتكون فعلا نقلة نوعية في قضية تعتبر قضية ملحة في هذه الأيام، وبالتالي أنا يعني أعتقد أنه هذا الاستعداد المصري بيسير بشكل جيد جدا، وفي نفس الوقت أعتقد أن دول العالم كلها يعني عندها حالة من الترقب والتوقع أن تكون هذه أو هذا اللقاء في شرم الشيخ لقاء ناجح وتسفر عنه نتائج جيدة. إحنا كجمعية طبعا بنسعى أن إحنا ننسق ما بين أو نساعد ونساهم في التنسيق ما بين المملكة المتحدة ومصر. المملكة المتحدة لأن هي اللي كانت مستضيفة النسخة اللي فاتت في نوفمبر اللي فات، ومصر كان مستضيف هذا العام، فبنسعى ان احنا يعني ننسق ما بين الجانبين او نساهم في هذا التنسيق وفي نقل خبرة الجانب البريطاني في التنسيق عشان تطلع النسخة في افضل صورة ممكنة. في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية كوب 27، عقدت وزارة البيئة والرئيس التنفيذي للصندوق المناخ الأخضر مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل المؤتمر. وأشارت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مؤتمر المناخ المقبل يهدف إلى تسريع وتيرة الحصول على تمويل المناخ للدول النامية وبالأخص الدول الأفريقية، وتحديد المبادرات الدولية التي تستطيع مصر بالتعاون مع الصندوق إلقاء الضوء عليها من أجل التصدي للتغيرات المناخية. من جانبه أكد المدير التنفيذي للصندوق المناخ الأخضر الاتفاق مع رؤية المصرية في أن المؤتمر القادم يأتي للانتقال من مرحلة التعهدات لتنفيذ الالتزامات. مصر لديها الحقيقة محفظة كبيرة مع صندوق المناخ الأخضر بتصل ل 500 مليون دولار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، كفاءة الطاقة وحماية الدلتا، ولدينا مشروع ضخم ب 34 مليون دولار بتقدمه وبتنفذه وزارة الموارد المائية والري. ولكن مهم في إطار استضافة مصر المؤتمر المناخ يبقى فيه ثلاث حاجات: التفتح ومناقشة كل الأطراف اللي معنية بتغير المناخ، كيفية دفع العمل المناخي وكيفية تمويل المشروعات المختلفة خاصة للقارة الأفريقية اللي احنا
بنمثلها. هناك أهمية كبرى لمؤتمر الأطراف 27 لاتفاقية تغير المناخ والذي ستستضيفه مصر، فالمؤتمر المقبل سيركز على مرحلة التنفيذ وتحقيق الاتفاقيات والتعهدات السابقة من خلال إجراءات ملموسة على الأرض. أتطلع أن يشهد المؤتمر رفع مستوى الطموح من كافة الدول، سواء في مجالات خفض الانبعاثات أو التكيف مع آثار تغير المناخ، بما يحقق أهداف اتفاق باريس. عقد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي مباحثات مع نظيره العراقي مهدي رشيد الحمداني خلال زيارة سريعة لدولة العراق، حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات خلال الفترة القادمة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. وقال محمد عبد العاطي إن عددا من الدول الشقيقة والصديقة تبدي اهتمامها للاستفادة من التجربة المصرية في مجال إدارة الموارد المائية. كما شارك عبد العاطي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه والمنعقد بالعاصمة العراقية بغداد تحت عنوان المياه والتغيرات المناخية. أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 546,034 قرار علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بداية من أول شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير الماضي، وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 2,55,000,000 جنيه. وأوضحت الوزارة أن قرارات العلاج على نفقة الدولة شملت عددا من التخصصات، منها أمراض الدم والأورام والأنف والأذن والجراحة والعيون والعظام. يأتي هذا في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، وبتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة. أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 19، وتستمر من اليوم حتى 26 من مارس الحالي لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك تنفيذا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعها شهر يناير الماضي. ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين باستمرار التركيز على حالة التعدي على نهر النيل بصورة رئيسية بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالة التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مشددا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة. وقعت وزارة الإسكان والتضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع جمعية أهلية، وذلك لتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إن هذا البروتوكول يأتي في إطار شراكة امتدت على مدار نحو 3 أعوام لتنفيذ برنامج سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية بالشراكة مع جهات الدولة والجمعيات الأهلية. كشف تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية عن الانتهاء من توفير 100% تقريبا من الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى لبرنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأظهر تقرير توفير أكثر من 5000 قطعة أرض، حيث تنسق الوزارة حاليا مع الجهات التي طلبت تعديلات أو إضافات على قطع الأراضي التي سبق توفيرها لإضافة بعض التوسعات أو المشروعات الجديدة التي جاءت استجابة لطلبات المواطنين. انطلق بمدينة الغردقة منتدى المرأة العالمي للفنون في دورته الثانية تحت عنوان الحب والسلام والتنمية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. ويضم المنتدى ورش عمل ومعرضا للفنون وجولات سياحية بمشاركة أشهر الفنانات التشكيليات من مختلف أنحاء العالم بواقع 40 فنانة من 12 دولة أجنبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 8 مارس الجاري. احنا بالظبط كده منتدى بيضم 40 فنانة من اكتر من دولة، منها اوكرانيا، روسيا، صربيا، ايطاليا، تركيا وكذا دولة تاني، بمناسبة يوم المرأة العالمي 8 مارس. احنا من ورشة من النهاردة لغاية يوم 7، ويوم 8 هيبقى فيه معرض للأعمال الفنانات اللي عملوها على مدى 6 أيام.
منتدى المرأة العالمي، مش أول مرة أشارك فيها، دي تقريبا المرة التانية، وشاركت نسخة تانية في الأردن ومرة تانية في المغرب وفي كذا دولة تانية. المرة دي حبيت أعبر عن المرأة، هي أساس الحياة، عشان كده خدت الموديل بتاعي عن المرأة. طبعا أنا بحب أجي هنا الغردقة جدا، خصوصا في التجمع الهائل ده ما بين فنانين من كل الدول، بنتبادل الثقافات وبنتعاون مع بعض برضو في الأفكار. تشتهر بعض قرى مركز سموستاه جنوب غربي محافظة بني سويف بزراعة النباتات الطبية والعطرية، وأصبحت ذات شهرة عالمية في هذا المجال. وتتميز محافظة بني سويف بتصدير 40% من إنتاج مصر من النباتات العطرية. تشتهر بعض قرى مركز سموستاه جنوب غربي محافظة بني سويف بزراعة النباتات الطبية والعطرية، وأصبحت ذات شهرة عالمية سواء في المحافظة أو المحافظات المجاورة، وبدأت في التصدير للخارج نظرا لطبيعة أراضيها. وترفع تلك القرى شعار لا للبطالة، حيث يعمل بتلك الزراعات عدد كبير من أهالي هذه القرى منذ عشرات السنين بعد أن توارثوها عن آبائهم وأجدادهم. وتتميز محافظة بني سويف بتصدير 40% من النباتات الطبية والعطرية من إنتاج مصر. وتأتي من أهم تلك القرى قرية كفر بني علي الأشهر في زراعة النباتات الطبية والعطرية بمساحات شاسعة، حيث تحاصرك الرائحة الذكية والعطرية من كل مكان، ويتم تكفيف تلك النباتات بعد نقلها من الأرض الزراعية إلى مصانع التكفيف المتواجدة داخل القرية للغربلة والتجهيز، ويتم استخراج الشوائب والمخلفات وتجهيزها داخل عبوات جاهزة مكتوب عليها صنع في مصر وتصديرها للخارج. وتغزو صناعات تلك القرية دولا أوروبية وأسيوية وأفريقية لاستخدامها في صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور، لتكون شاهدا على عظمة الأيدي المصرية. تتميز القرية عندنا أن هي من أفضل القرى على مستوى الجمهورية في زراعة النباتات الطبية والعطرية. كفاية عندنا أن المنتج بيخرج فينش نهائي صنع في مصر من القرية من عندنا للجمارك مباشرة. نزرع النباتات الطبية والعطرية، نزرع شيح وريحان ونعناع وبردوش. ويتم داخل تلك القرية زراعة العديد من أنواع النباتات، ومنها النعناع والريحان والبردقوش والشبت والبقدونس واليانسون وغيرها من النباتات الأخرى، والتي تتم زراعتها صيفا وشتاء. جميع النباتات الطبية بنصدرها بره لدول العالم. فيه النباتات الطبية بتتكون من بعض الحاجات برضو كالأعشاب بتكمل مثلا بعضها. بلدنا دي بتقوم على زراعة النباتات الطبية والعطرية، وبتوفر فرص عمل لأهالي القرية والقرى المجاورة. وتقدر المساحات المنزرعة داخل القرية بما بين 150 و200 فدان تقريبا، وحجم الصادرات يقرب من 200 طن شهريا. وتقدر المساحة المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية في بني سويف بأكثر من 13,000 فدان، حيث يوجد أكثر من 40 مصنعا و7900 مزرعة وأكثر من 50 مصنعا لتقطير الزيوت. والآن جاء موعد أخبار المال والأعمال، تقدمه لنا فاطمة خليل. شكرا آية كفوري، شكرا ياسر عبد الستار، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة احتواء البنزين على منغنيز ومعادن أخرى ما يتسبب في أعطال السيارات. وشددت وزارة البترول على أن البنزين يخضع لعمليات مراجعة وتحليل دقيقة ومستمرة قبل دخول المستودعات الرئيسة والفرعية لشركات التسويق للوزارة. في سياق متصل، أكدت هيئة البترول أن هناك عددا كبيرا من الشركات العالمية التي تعمل في مصر في مجال تسويق البنزين وتقوم بإجراء اختبارات للبنزين في مستودعاتها، حيث لم تتلقى الهيئة أي شكاوى من هذه الشركات العالمية التي تحظى بسمعة دولية كبيرة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن مصر أولت اهتماما كبيرا بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. وأوضح وزير البترول أن تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات، حيث يزيد استهلاك الغاز الطبيعي في مصر بشكل مطرد ليصل إلى أكثر من 65% من استهلاكها من الهيدروكربون أو الوقود التقليدي.
أطلقت وزارة التعاون الدولي الاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يعد البنك الأوروبي من أهم شركاء التنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر. خطوة جديدة نحو البناء والإعمار بتجديد التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإطلاق الاستراتيجية الجديدة للعام الحالي، والتي تستمر حتى عام 2027، والتي تتركز حول تحقيق الاقتصاد لمجتمع المرأة والشباب وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية. نحن بنصيغ استراتيجيات جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية المختلفين. النهاردة بنطلق الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قربنا نخلص مع البنك الأفريقي للتنمية وأيضا مع الأمم المتحدة، وهنبدأ مع البنك الدولي. النهاردة كنا سعداء بأنه في حضور قوي جدا من الوزراء الزملاء الأعزاء، لأنه ده نتاج جهد كبير للأطراف ذات الصلة، وإحنا دايما لما بنتكلم على الأطراف ذات الصلة بنقول الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني وشركاء التنمية العالميين. أنا هنا مع فريقي هذا الأسبوع لمناقشة أولوياتنا ومقابلة عملائنا ومناقشة خطط أعمالنا داخل مصر خلال الخمس سنوات القادمة، ووجودنا هنا لكي نساعد مصر في استضافة هذا الحدث الهام وهو كوب 27، والذي يعد نجاحه طموحا لنا جميعا وتحولا كبيرا أيضا. الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين عدد من الوزارات والبنك الأوروبي، كان من أهمها توقيع اتفاقية مشروع مترو الإسكندرية، وذلك في إطار العلاقة القوية التي تجمع بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي ساهمت في زيادة استثمارات البنك في مصر، والتي وصلت خلال السنوات السابقة ل 5.8 مليار يورو على مستوى القطاعات كافة. من هذا المنطلق احنا يعني تحديثا لاستراتيجية الطاقة مع وزارة الكهرباء، فإحنا اتفقنا مع البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية إن هو هيمول هذه الدراسة المهمة. ليه؟ لأنه إحنا النهاردة دخلنا مزيج جديد، لما كنا عاملين الاستراتيجية بتاعتنا ما كانش لسه من خمس سنين موضوع الهيدروجين، فالنهاردة بيستلزم الأمر إن إحنا نمشي ونتواكب مع التطور ومع العلم الحديث. بدأت مصر منذ عام 2014 في تنفيذ خطط واضحة وقوية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي في العديد من القطاعات لمواجهة التحديات التي كانت تقف حائلا دون تحقيق التنمية، لاسيما في قطاع الطاقة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر. لقد أطح قطاع الطاقة على رأس أولويات الدولة، وتم تنفيذ إجراءات عاجلة لمواجهة النقص في قدرات الكهرباء، كما تم إصدار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة. تعاون إنمائي كبير بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدأ منذ 10 سنوات، وساهم في زيادة فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية والتركيز على الاقتصاد الأخضر، خاصة مع الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ كوب 27، مما يؤكد على ثقة المؤسسات الدولية بالوضع الاقتصادي والمصرفي في مصر. محمود جميل، التلفزيون المصري. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بتباين للمؤشرات، إذ خسر رأس المال السوقي نحو 6.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 7.8 مليار و566 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.87%، ليغلق عند مستوى 11,094 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.32%، ليغلق عند مستوى 1,911 نقطة. صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.5%، ليغلق عند مستوى 2,896 نقطة.
إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي نحو 15 جنيه و65 قرشا للشراء و15 جنيه و77 قرشا للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو فوصل سعره إلى 17 جنيه و10 قروش للشراء و17 جنيه و24 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الاسترليني وصل سعره إلى 20 جنيه و70 قرشا للشراء و20 جنيه و87 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4 جنيهات و26 قرشا للشراء و4 جنيهات و29 قرشا للبيع. أما عن سعر الريال السعودي وصل سعره ل 4 جنيهات و17 قرش للشراء و4 جنيهات و20 قرشا للبيع. أعلن البنك المركزي الروسي أن بطاقات فيزا وماستر كارد الصادرة عن البنوك الروسية ستظل تعمل في روسيا بفضل نظام الحوالات المالية الروسي البديل، مشيرا إلى أن العقوبات لن تؤثر على ذلك. وأوضح المركزي الروسي أن البطاقات تخضع لخدمة المدفوعات الوطنية NSPK، لذلك فإن العقوبات لن تؤثر والأموال متاحة للعملاء داخل أراضي روسيا بشكل طبيعي. وأضاف أن المعاملات المالية باستخدام فيزا وماستر كارد خارج روسيا لن تكون متاحة، بما في ذلك في المتاجر الإلكترونية الأجنبية، مؤكدا أنه في حالة السفر إلى الخارج يوصى باستخدام بطاقات نظام الدفع الوطنية. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لياسر وآية لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك يا زميلة فاطمة خليل. مشاهدينا، انتهت نشرة الأخبار، وعليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء. توجهات رئاسية بإرسال طائرة لإعادة المواطنين المصريين في أوكرانيا عبر سلوفاكيا. بلينكين يقول إن واشنطن وشركائها الأوروبيون يبحثون حظر استيراد النفط الروسي. تعزيز الدفاعات حول كييف مع اقتراب القتال من المدينة، وسلطات خاركييف تتهم موسكو باستهداف مركز يضم مختبرا نوويا. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الإخبارية من السادسة. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله وأمنه.